هلو يا بنات، عاملين ايه؟ تعالوا النهارده نتكلم بقى ازاي ناخد قرار ان احنا نغير اللايف ستايل بتاعنا وازاي نستمر عليه. ازاي ناخد قرار ان احنا نغير اللايف ستايل بتاعنا؟ ده لازم يطلع من جوانا احنا وبس، مش من جوزك، مش من عيالك، مش من مامتك، مش من اهلك او صحابك او اخواتك، مش من اي حد. لان القرار لو طلع من اي حد تاني غيرك فهو هيكون ضغط مش قرار. يعني هيكون ضغط عليكي انتي، اصل انا جوزي مش شايفني حلوه فانا عايزه اخس، فانا عماله اضغط على نفسي. طب انا مش عارفه اخس، مش عارفه كل يوم اقف على الميزان الاقي طب انا زدت 100 جرام، طب انا قلت 200 جرام، طب انا ما بخسش ليه، طب انا اوقف اكل خالص. فتحسي انك تعبتي، ف كل ده ضغط. عشان تغيري او تبداي ان انتي تشينج يور لايف ستايل تماما، لازم انتي تكوني مقتنعه ان انت الشخص اللي في المراية ده مش عاجبك. اتفقنا؟ اتفقنا. تاني حاجة، ازاي نستمر عليه وما نجيش نزهق؟ ما انا عشان ما ازهقش لازم اشوف نتيجة. طب اشوف نتيجة ازاي؟ انا هقول لكم عن تجربتي وانا عايزاكم تاخدوا منها بس اللي ينفع لحياتكم انتوا. طيب مش هكدب عليكم، اول 3 ايام كانوا اصعب 3 ايام في حياتي تقريبا. انا كنت ببقى قاعده مثلا في ميتنج، انا بشتغل من البيت قدام اللابتوب، ممكن افصل يعني عيني تقفل فعليا واقع من يعني اقع كده على الترابيزه او على السرير او على اي حاجه انا قاعد عليها، لاني دخت، لاني جعانه، لاني بقي ما كانش بيقفل. انا باكل طول ما انا قاعده، بشرب، بعمل اي حاجه. فاول 3 ايام انا كنت دماغي فيها صداع مش طبيعي. بس احنا قلنا ايه؟ انا عندي ارادة، انا عارفة انا ليه تعبانة، انا عارفة انا هوصل لايه. فكنت بستحمل. انا ليه كنت بعمل كده؟ لان انا اخدت نظام قاسي جدا. انا باكل كل حاجة مبدئيا، النظام بتاعي، وهعمل لكم فيديو تاني متخصص قوي بالنظام وسعراتي الحرارية اللي انا متابعيها وكل حاجة. بس مش عايز اطول عليكم الفيديو ده، عايزكم بس الاول ناخد القرار سوا ان احنا نكون بوزيتيف ونبدا ان احنا نغير. فبدات بس معاكم كمقدمه. الموضوع مش سهل في اول 3 ايام، وبعد كده ولا اي حاجه حقيقي. ولا اتعودت جدا، بقيت العب رياضه مع ان انا ما خدتش قرار ان انا هلعب رياضه. انا قاعد في البيت، ما تشربي لك لتر ونص ولترين ميه، كل شويه هخش الحمام. ما انت قاعده في البيت ما بتشربيش ميه كتير ليه بنشرب لما نكون عطشانين؟ اشربي ميه كتير، اشربي. بناكل سكريات كتير ليه؟ كلي فاكهه. يعني في الترناتيفز كتيره، اقعدي طول ما انت قاعده كلي فاكهه. في حاجات كتير قوي، في بدائل كتير قوي هنتكلم مع بعض فيها عن كل حاجه بناكلها. كله معتمد على الكميه اللي هتدخليها لجسمك. فده كان الفيديو. انا عايزه بس يكون صغير الاول، وبعدين اكتبوا لي في الكومنتس عايزين نبدا بايه. عندنا حاجتين، ايه الالترناتيفز للاكل اللي احنا بناكله دلوقتي، ولا ايه النظام الغذائي اللي انا بدات امشي عليه. قولوا لي عايزين الفيديو الجاي اتكلم معاكم على انهي واحد فيه. يلا باي باي.